لا تراني راتعا في مجلس في لحوم الناس كالسبع الضرم، إن شر الناس من يكشر لي حين يلقاني وإن غبت شتم، وكلام سيء قد وقرت أذني عنه وما بي من صمم. فتعزيت خشاة أن يرى جاهل أني كما كان زعم، ولبعض الصفح والإعراض عن ذي الخنا أبقى وإن كان ظلم.